مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم واسعد الله مساءكم جميعا بكل الخير، نحييكم ونبدا معكم حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي نحن اصدقائك. مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا الاسبوع حلقه مميزه وحلقه خاصه بمناسبه اعاده افتتاح المدينه الترفيهيه. مشاهدينا الكرام تحيه حب وتقدير لمن عمل باخلاص وعمل بجهد وسعى لاعاده افتتاح المدينة الترفيهية. إذا مشاهدينا الكرام دقائق قليلة ونحتفل جميعا الشعب الكويتي والمواطنين والمقيمين بإعادة افتتاح المدينة الترفيهية. نحن الآن بانتظار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط السيد ناصر عبد الله الرضان لقص الشريط وإذانا بإعادة افتتاح المدينة الترفيهية. إذا مشاهدينا الكرام خلوكم معنا طوال هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، بدأت مراسم إعادة افتتاح المدينة بإزاحة الستار إذانا ببدء التشغيل واستقبال الزوار وبحضور كبار المدعوين من وزراء وأعضاء مجلس الأمة والسفراء. وكان في استقبال راعي الحفل رئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات السياحية السيد بدر البحر وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام السيد شاكر العثمان وكبار قيادي الشركة. وبدأت مراسم الاحتفال بموسيقى القرب والموسيقى النحاسية التابعة لوزارة الداخلية وأطفال الزهرات والأشبال المشاركين من وزارة التربية. حيث تم إزاحة الستار عن لوحة الافتتاح، ثم قام السيد الوزير والوفد المرافق له بجولة في أنحاء المدينة الترفيهية وتفقدوا الألعاب التي بدأت بالتشغيل والمطاعم والكافيتيريا والمحلات التي بدأت في استقبال الرواد من أول يوم للافتتاح. Yeah.
وتوجه الجميع بعد ذلك إلى قاعة كبار الزوار، حيث أدلى الوزير بحديث إلى برنامج نحن أصدقاؤك. معالي الوزير، بداية نحييك في شركة المشروعات السياحية وفي برنامج نحن أصدقاؤك. شكرا لكم. معالي الوزير، حقيقة في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، نعيش أكثر من مناسبة عزيزة على قلوبنا. المناسبة الأولى هي العيد الوطني، والمناسبة الثانية هي عيد التحرير الثالث. يرافق هذه الأحداث إعادة افتتاح المدينة الترفيهية التي ينتظرها الكبير قبل الصغير. معالي الوزير، هل هناك كلمة بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أولا لاستضافتي في هذا البرنامج الشيق، وأيضا سعادتي كبيرة وأنا أفتتح المدينة الترفيهية حينما أشاهد الإنجاز الكبير الذي استطاع العاملين في شركة المشروعات السياحية وبسواعد الكويتية أن تعيد بناء هذا المرفق الكبير مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الدمار، وأفضل. ولا أبالغ حينما أقول بأن في بعض المرافق قد أنجزت بأفضل مما كانت عليه، ولعله إن شاء من حسن الطالع أيضا أن يتزامن افتتاح المدينة الترفيهية مع احتفالاتنا بالعيد الوطني وعيد التحرير، وهذا طبعا يعني مثل ما تعرف له مدلول كبير، باعتبار أن إعادة بناء المدينة الترفيهية لا ننظر إليه كإعادة مرفق مرة أخرى، بل هو تحدي لتدلل أيضا على صلابة الإرادة الكويتية في إعادة البناء وإعادة ما تم تدميره خلال القزو العراقي الغاشم على الكويت. وهذا المشروع الحقيقة قد كلف ما يقارب من 9.5 مليون دينار بالمرحلة الأولى منه، واللي تشمل تقريبا 80% من إجمالي المشروع. كنا في صراع مع الوقت حينما كلفت الإدارة بإعادة البناء، ولكن أثبت الأخوة العاملين في شركة المشروعات السياحية بأنهم على مستوى المسؤولية بأن استطاعوا أن ينجزوا هذا المشروع بفترة قصيرة نسبيا، وأيضا بتكلفة أقل مما كان متوقع لها. وأيضا سعادتنا اليوم كبيرة جميعا من شاهد الأعداد الكبيرة من المواطنين وهم يتوافدون على المدينة الترفيهية، يؤكد سلامة برنامج شركة المشروعات السياحية فيما يتعلق بترتيب أولويات افتتاح المشاريع. نرجو للشركة وللعاملين في الشركة كل توفيق ونجاح، وأيضا ندعو الأخوة المواطنين أن يزوروا هذه المدينة الترفيهية، هذا المرفق الكبير، وأن يحافظوا على الممتلكات الموجودة فيه، لأن في النهاية هي ممتلكاتهم، وهذه المدينة ما أنشئت إلا من أجلهم. إذن معالي الوزير، نقول أن جميع مرافق شركة المشروعات السياحية قد اكتملت؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، لأن أيضا هناك بعض المشاريع يجب أن تستكمل، وعلى رأسها المدينة الترفيهية. نتكلم عن البرنامج أو المرحلة الثانية في شركة المشروعات السياحية في المدينة الترفيهية، هذه أيضا سيباشر العمل فيها وستنتهي إن شاء الله في القريب العاجل. وهناك بعض المشاريع الأخرى المستجدة أعيد ترتيب أولوياتها بما ينسجم مع قدرة الشركة المالية. إذن في الختام معاليك نقول بفضل الله وبفضل أيادي الرجال الطيبين، الرجال المخلصين لهذه الأرض الطيبة، تم إعادة افتتاح المدينة الترفيهية التي حقيقة تعتبر أكبر صرح ترفيهي في الشرق الأوسط إن لم تكن في العالم. أيضا أنا بدوري أضم صوتي لك في أن أهنئ الجميع بهذه المناسبة الطيبة، متمنين لكل العاملين في الشركة كل تقدم وازدهار في خدمة وطنهم ومواطنينهم. شكرا. شكرا لكم. وبعد ذلك تحدث السيد بدر البحر بكلمة بهذه المناسبة وقال: يا أهلا وسهلا فيكم. حقيقة أنا ليلة سعيد بإعادة افتتاح المدينة الترفيهية. هذه المدينة هي أهم مرفق من مرافق الترفيهية في الكويت،
وهي اللي تعيد البسمة إلى معظم الناس سواء كبار أو صغار. بهاي المناسبة أنا أحب أهني الكويت، كل الكويت، بمناسبة عيد الاستقلال وعيد التحرير. ولذلك هذه مناسبة سعيدة أن احنا أيضا حاولنا وبمساعدة وبأيدي الشباب الكويت المخلص من العاملين في شركة المشروعات السياحية وبسواعدهم الفتية قاموا بإعادة بالعمل يعني ليل ونهار عشان إعادة افتتاح هذا المرفق ليسعد الناس كل الناس. طبعا احنا اليوم لما افتتحناها تقريبا غطينا حوالي 80% من المدينة كما كانت بالسابق، وإن شاء الله نأمل بالقريب العاجل أن احنا نعيد بقية المرافق اللي ما تم افتتاحها، وأنه الناس راح تلاحظ في كل شهر راح يكون في إضافات جديدة، راح يكون في مرفق جديد على المدينة، ونأمل إن شاء الله أن احنا نكملها كما كانت وأحسن لكي تعود بحلتها الجديدة كاملة في خلال فترة زمنية قياسية. في النهاية أنا أسأل الله عز وجل أن يعيد أسرانا لكي تحتفل الكويت إن شاء الله بوجود أسرانا بيننا. ومرة ثانية شاكر لكم حضوركم. شكرا. العفو. وفي الختام قدم للضيف السيف الذهبي هدية تذكارية في هذه المناسبة. أعزائي المشاهدين، المدينة الترفيهية تستقبل الزوار بحلتها الجديدة من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحا خلال شهر رمضان والعطلة الأسبوعية يوم السبت، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. مستانس في المدينة الترفيهية؟ إيه. لعبت في ألعاب؟ إيه كل شيء لعبت. مثل شنو لعبت؟ لعبت كل شيء، الجندول وكل شيء يعني. الحمد لله أن رجعت لنا مدينة الترفية وإحنا كل أطفال الكويت كلبنا مستانسين. الحمد لله ردت مدينة الترفية، ما تكتمل فرحتنا إلا بعودة أسرانا. الحمد لله أن رجعت لنا الترفية لبابا جابر وبابا سعد. الحمد لله أن رجعت مدينة الترفية وشكرا لبابا جابر وبابا سعد. مشاهدينا الكرام، قبل ختام نبارك للشعب الكويتي ونبارك للمواطنين المقيمين على هذه الأرض الطيبة إعادة افتتاح المدينة الترفيهية. إذن مشاهدينا الكرام، هناك ألعاب جديدة استحدثت واستحدثتها شركة المشروعات السياحية في المدينة الترفيهية. حقيقة ألعاب كثيرة وألعاب مسلية للأطفال وأيضا نقول للكبار. مشاهدينا الكرام، في الختام نقول اللهم أرحم شهدائنا، اللهم فك قيد أسرانا. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجك الأسبوعي نحن أصدقائك.